من امبارح لحد النهارده الاعلام المصري لا حديث له الا عن محافظه بني سويف. تقريبا الساده الاعلاميين في بلدنا والقنوات والصحافه ومواقع التواصل افتكروا اخيرا ان احنا عندنا محافظه اسمها بني سويف. اي نعم المواطنين اللي فيها مش شبه المواطنين اللي موجودين في العالمين، ولا بيحضروا الحفلات اللي بتحصل في شرم، ولا بيروحوا مهرجانات الجونة، ولا قدروا يشتروا فيلل وشقق ومصانع في العاصمة الإدارية الجديدة. لكن من امبارح لحد الآن لا حديث في أم الدنيا إلا عن محافظة بني سويف وجمال وحلاوة وطعامة وإنجازات وتقدم ومشاريع تكنولوجية وذهب وياقوت ومرجان ومجمعات استهلاكية وجمعيات زراعية. كل ده مرة واحدة اتعمل على أراضي محافظة بني سويف، لدرجة ان بعض اهالي بني سويف امبارح بعتولي بيقولولي احنا نفسنا اهالي بني سويف مش مصدقين ان ده بيتقال عن محافظتنا. واحد فيهم قال لي انا كل شوية اقوم افتح الشباك وابص، يمكن قطر التنمية هيعدي، اتوبيس الحضارة هيقف، يمكن قطار النهضة او قطار التقدم اللي بيتكلموا عنه هيقف قدام بيتي، مش لاقي غير المجاري اللي مالية الشوارع والكهرباء اللي قطع بالساعتين والثلاثه، والوحده الصحيه اللي ما فيهاش دكتور، والطريق اللي مش مرصوف، والكوبري اللي هيقع، والارض الزراعيه اللي بارت بسبب عدم وجود ميه. مهم طبعا احنا من واجبنا الوطني ودورنا الوطني الذي لا ينفك عن الاعلام والصحافه المصريه، قررنا احنا كمان نلتزم بالنص والسكريبت والرسالة اللي وصلت للقنوات المصرية تكلموا عن بني سويف. احنا كمان النهاردة في الحلقة دي هنتكلم عن بني سويف، الحلقة كلها كمان عن بني سويف، لكن أكيد كلامنا غير الكلام اللي بيتقال من امبارح لدلوقتي، والفيديوهات والمشاهد والصور اللي هنعرضها أكيد مش اللي عرضتها القنوات ولا الصحافة المصرية. هنعرض ونتكلم عن المواطن كما يجب أن يكون المواطن، أو زي المواطن ما بيقول لنا وبيعرض لنا.